المشاهدين مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في حصتكم اللي هي أحوال بلادي. أحوال بلادي اللي تتطرق فيها كل ما يجرى في بلادنا من مشاكل وهموم ومشاكل الناس وأحوال الناس. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا شخص يعرف كثير أحوال الجزائر وهموم الجزائريين. نستضيف معنا الشاب ماضي مالي وراني غير عليها ضغط مالي ماليك مالي هاكا هاكا تطيح لي عليها مالي 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 هاكا هاكا وراني غير عليها ضغط مالي ماليك مالي هاكا هاكا تطيح لي عليها برافو شاب مامي مرحبا بك عندنا. بارك الله فيك خويا بلبل يعطيك الصحه اختي فولا على هذه العرضه. بالمناسبه راني جبت معايا تريكو دبو جورج كاردا لاغريف ماشي بطي. واه مرحبا بك شاب مامي. باش يحلو الحديث ما نقدروش نجيبو امير الراي بلا ما نجيبو ملك الراي الشاب خالد. شواله شواله كوب 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 حميشي حميشي كوبي يا صاحبي شواله هذا ها انا جاي لهنا باش تجيبي لي هذاك العقول. لا 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 ما نقبلش اختي ما نقبلش. مامي درناها لك مفاجاه. مرحبا بك الشاب خالد نورت لنا الحصه. ربي يخليك الله يعافيك يطول عمرك. راك مامي راني غايه ما تحوش عليا حوس على روحك صاحبي. حدود بيناتنا ما تهضر معايا ما نهضر معاك. ضحكني ضحكني كراكم دايرين حصه شابه هذه. خالد حبيت نسقسيك واش رايك في الظاهره اللي كثرت عندنا في الجزائر ظاهره الحرقه. الحرقه 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 عقونا مالك هذه ضحك ها ناس تحرق وانت تضحك. انا اقول لك انا غنيت الحرقه عندي اغنيه الحرقه اللي تقول بكيت وبكيت عيني تعمى غاو حوست ما لقيت ولادك ما ولا غاو. يعطيك الصحه اداء جيد ربي يخليك صاحبي. انت تشجع الحرقه انا نشجع بلادي الجيري. غادي نطلع لكم بغنيه ادائي كلماتي والحاني هي الجزائر هو عليها وراني حاير هو بغيت روح لها صاير والفك كيف سهل وفراقك ما قدرت عنه هو الفك كيف سهل وفراقك ما قدرت صحيت الشاب مامي. صحيت. مامي برافو عليك يموت على الشيتا مامي. واه نموت على الشيتا بصح انا ما نقولهمش كوميلا ديلوي. انا نقولهم كوميلا ديلوي بصح ما نلبش تريكويات تبو. هذا دخالي من الكوليسترول هاد التريكوات. قارع على روحي قارع. معليش نعاودوا نولوا للحصه تاعنا. الشاب مامي واش تنصح الشباب اللي راهو يتناول ويستهلك في الصاروخ؟ بان صافي بليزير صافي بليزير اوني اون 2030 صافي بليزير الناس راهي تبني في الصاروخ وغادي تروح القمر ولي مالان ونديكوفري ان بلانيت جديده لا بلانيت دي سينج. واه اضحك عقونا مازالك حابس مازالك حابس صاروخ. شوفي نقول لك انا جاوب خالتي جاوبك على هذه. في امريكا صنعوا الصاروخ وفي الجزائر يضربوا الصاروخ. المهم كاين الصاروخ. عجبتك الضحكه
ربي يخليك. كي دايرين؟ عقاقين؟ تلفت لك تلفت لي راكي مع الشيخ خالد. شوفي غير منا ما تشوفيش مليه خالد، ما تشوفيش مليه خالد. شوفي يا تبو وعي الفيستا تاع كوير، ما تشوفيش مليه. سمعت لا نوفيل صاحبي؟ لا ما سمعتش. شاب زيتونه قطع فيك صاحبي. شكون هذا؟ شاب زيتونه اللي هذاك اللي عنده هنا شاطوطه. واه هذاك ما يعجبش تقول غني على الزيتون وصحي. تقول جيب لك شويه طوماطيس ويا درا. واه يعجبك؟ لا ما عجبتني. ويا درا عائشه بنت سهيلة الا جات ولا مازال؟ كبرت خطبوها. خطبوها عائشه بنت سهيلة. ما عجبتكمش هذه الضحكه عليها؟ لا 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 صفقوا صفقوا صفقوا. ربي يخليك. برافو يعطيك الصحه. نعاود نولي ليك الشاب خالد ونقول لك باللي يا لو كان جيت رئيس تاع البلاد واش راح دير؟ يبدا مامي، هادي يبدا مامي، يبدا مامي، يبدا انت. لا خوتي هذا مشروع راني ملي نزلت وانا قايل. يبغي المسؤوليه مامي. واه واه واه، الحاجه الاولى اللي نديرها ننفيك الغابه. واه غابه الامازون. يضحكني بصح هو يبغيني ما يبغيش يبين. شو ولا خالد كبير، خالد عالمي راه هرب. هو مسكين راه في سعيده. ساي 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 كلاميها ساي ساي غادي نضربك جيتاره. خلاص. وانت يا شاب مامي لو كان جيت رئيس بلاد واش دير؟ صاحبي انت ما تسمعش مليح. نعاود نولي ليك شاب خالد، تقدر تقولنا على الشاب رشدي اللي راهو غير يهضر عليك وراهو يقول باللي انت يا خاين تاع البلاد؟ شاب رشدي على خونت له الصرف من جيبه وقيلة. عندها الصرف؟ عندها تبالي ما عندها الصرف هذيك. ما فيهاش بيتك. لا 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 ضربت لها الجيب. كاش نهار كنت راكب معاه في البيس ضربت لها الجيب. لا 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 هذاك مسكين ما كاش كاع، هذاك غنى على الزيتون. لا ما ولينا ناكلوا لا الزيتون لا والو. تقول جيب لها شويه طوماطي شويه بصل قولها غني هنا في الطبسي. عجبتكم؟ خالد يضحك. خالدي يعرف يغني، خالدي يدير كل شيء. مامي واه غادي نترانجو. شو ولا قلع عليا هالتريكوت صاحبي اغيت. سيمون لوك مديك بعيد للعالميه تغني سي لافي وجماعه. خلينا متريكويات بو وان غنو سي لو جور. واه طلع لي بحبه بالله، طلع لي بحبه. هيا صاي انا ومامي هند القديم طلع لي بحبه. هيا هيا شنديرو وحده تاع ليسونسيام من تاعني. زعزع خاطري في نص الليل هذيك نبغيها هذيك. زعزع خاطري نص الليل ومشات هلي بيوم. أيوة يا سيدي كيفاش تميت سحرتني وسحرت عيني. زعزع خاطري نص الليل ومشات هلي بيوم. يا سيدي كيفاش تميت سحرتني وسحرت عيني. سحرتني وسحرت عيني. يا سلام عليكم مامي. هاي برافو عليك الصحه بارك الله فيك. صحيتو في كل شيء تخلويني في كل شيء تعجبني. ديبار خيطي خيطي ديبار دي راه شاهب لا جافيل هذا صاحبي. لا كلاس صاحبي مش بلغه صاحبي. راك لوك اليوم جو داسا. لا كلاس صاحبي هذا شنو نقول لك مين طرب الشمس شوف وجهك لداخل. لا كلاس صاحبي ريحتها بلوم بلوم. ميرسي 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 بوكو. برافو عليك خويا ونشكركم على هذه الدعوه ونتمنى لكم التوفيق. يعطيك الصحه خالد. هذاك صاحب الزيتون قول اقعد تبيع الزيتون في المارشي. واه واه نديروا لها اصحاب الزيتون. اصحاب الزيتون اصحاب الزيتون اصحاب الزيتون بلعوه علينا. اصحاب الزيتون اصحاب الزيتون اصحاب الزيتون بلعوه علينا. كلاس 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 كلاس. وي بدك دوك صحاب وهران يحس كاين كارت يسموه الزيتون يحسبوا عليهم ما نيجي على صحابه. لا 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 او ديروا لي مشاكل. خالد خالد نعرض صاحبي على قهوه. قهوه اي صاحبي نترونجو قدام الناس. ايوا سلم عليا انت تخلص صح انت تخلص صح. سلم عليا صاحبي الحمد لله. لا كلاس لا كلاس. مامي بدي نقول لك حاجه. شاه مازال ماكش دير ديودورو يا شميتي يا شميتي.